بنرحب فيكم كمان مرة بمطبخنا، وهلا وصلنا لفقرة الحرف اليدوية مع بيسان أبو رزق. بيسان اليوم زي ما عودتنا دائما تعملنا أشياء حرف يدوية حلوة، بترسم على الفناجين، على الأزاز، على الكاسات بشكل عام، ولكن اليوم رح تعملنا إشي خصوصي للشهر الكريم. صباح الخير يا بيسان. صباح الورد، كيفكم؟ كل عام وأنتم بخير. أهلاً وأنت بألف خير، إن شاء الله تكونوا تمام. تمام الحمد لله. كيف الصيف معكم؟ بلش يعني بدا بس لسه لطيف. انت عم تسالي اكثر تنتين كانوا بيستنوا الربيع. كيفين؟ انا بالنسبه لي بدخل جوا السياره بشوب مبسوطه، بقول الشوب ولا البرد. اسمعي، مش كل الناس تدخل على السياره تلاقي شوب، بتعمل هيك تدخل محل دفى دفى حلو. يلا قولي لنا ايش بتعملي لنا اليوم؟ اليوم عشان مناسبه رمضان ان شاء الله بكره، كل عام والمشاهدين بخير وانتم بخير كمان. اعلنتوا؟ ها هي اعلنت. خلص اعلنا اليوم المتم ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب. فحبيت فناجين الساده لانه بالعاده بيشربوا قهوه ساده كثير برمضان، وبرضه بالعيد كثير بضيفوها، فحبيت ازينهم هيك زينه تكون قريبه لشهر رمضان، يعني الهلال والفوانيس وشغلات هيك عربي اورينتال، رسم بغدادي يعني. فان شاء الله اليوم انا رسمت اوريدي بالجليتر دايركت، يعني ما رسمت حددت شيء، دايركت بالجليتر رسمت الرسمه. هلا بدنا نلونها ان شاء الله. يلا ايش الالوان؟ زي دايما بستخدم الوان ازاز هالمره، الوان ازاز مش سيراميك بالضبط، لانه بيعطوها هيك احلى الوانهم، احلى على الابيض. بفرق بفرقوا الالوان الازاز عن السيراميك؟ بفرق كيف الشفافيه، خلينا نقول كيف، مش كتير يعني شفاف، مش كتير انه بغطي على اللون. زي هون الفرق بين هدول على الكاميرا التنين، الدوائر باللون السيراميك، هدول باللون الازاز. شفتي روان كيف؟ هذا بعطيه لمعه احلى، لمعه حلوه، لمعه حلوه كانه شفاف، كانه مخاير من ورا. لا حلو كتير. هيو هون اوكي. بسألك، بس بسألها سؤال، انت هاي الريش تشتريها كمان من نفس المحل اللي تشتري منه الصبغه؟ اكيد من نفس. لانه ما اظنش اي ريشه بتزبط كثير، هلا بدنا شغل دقيق. بدنا ريش كثير رفيعه تكون تريبل زيرو. اوكي. في اذا بلاقوا اصغر ارفع، ثلاث اصفار تكون هي اصغر شيء يعني. اصغر شيء في هلا اصغر، بس مش بالاردن يعني، ما لقيت هون. اوكي. بس هي اصغر شيء ليش؟ عشان الرسمات الصغيره تقدر توصل الالوان بحيث انها ما تطلع برات الخط. حلو. وتخرب. تمام. طيب هلا هاي للزيت، للليمون، للخل، يعني ديبند حسب شو بتحبوا تحطوا فيه. تستعملوا. تمام اوكي حبيبتي. يلا ضل شيء بدك تحكي لنا اياه. لا بس هلا خلصت انا الرسم طبعا. هلا الفكره انه بيقدروا الناس الفناجين الساده اللي عندهم في البيت بيقدروا هم يجيبوا بس جليتر. بس احنا فناجيننا مش بيضة. كل الفناجين تلاقي عليها رسمات. ايش بزبط نعمل اذا اللي عندي انا مثلا علي كلهم عليهم رسمات؟ هلا اوريدي عليهم ممكن ستراس، في ناس بضيفوا ستراس. حلو. بس ما تحطي جلو، بتجيبي الجليتر نفسه بتحطي جليتر عادي عليها. وبعدين بتحطي الستراس. فبيبين حواليها كانه في جليتر. عرفتي كيف؟ حلوة. هيك بتلزق بدون ما تستخدمي جلو، ويبين شكله انه يطلع كثير هيك. حبيت فكره هاي النوع. بصراحه كلنا عندنا فناجين بس ما عندناش بدنا نظبطهم. فاذا بدنا نحل الفناجين اللي عندنا حلوه فكره الستراس او الجليتر زي ما قلتي، يعني نقدر يمكن نرسم فوقهم ماندالا، ممكن ترسمي او نقط صغيره يعني باشكال اللي رسمته المره الماضيه. مش زي تقريبا زي هذا. اوكي. زي الهند. زي الرسمه حلو. أيوة الفكرة. يعني نحليهم اكيد. اكيد بتقدر تزركشيهم زي ما بدك يعني.